السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم في فيديو جديد هنتعلم فيه حاجة جديدة، هنتعلم ازاي ننزل اي فيديو انا قابلته وعجبني على الفيسبوك. زي ما انتم شايفين كده، ده الفيسبوك وانا بقلب مثلا وليكن عجبني الفيديو دوت، باجي هوت عند التاريخ كده بتاع نزوله زي ما انت شايف كده اللي هو اهو 21 مارس، وبدوس كليك كده عليه وقوله نسخ عنوان الرابط. بعد ما بنسخ عنوان الرابط بخش على برنامج اسمه savefrom.net. طبعا انا هسيب لكم لينك البرنامج دوت تحت في الفيديو، اللي عايز يخش عليه او عايز يحفظه باجي هنا كده وبحط اللي انا نسخته واقول له انتر. زي ما انتم شايفين كده حمل لي نفس الفيديو اهو اللي هو كان هنا، حمله قدامكم اهو الناحية ديت في البرنامج دوت، بقول له داونلود من هنا، بيبتدي ينزل لي زي ما انتم شايفين كده تحت اهو، بينزل الفيديو تحت وبيتحمل زي ما انتم شايفين. اتمنى اكون افدتكم بمعلومة، اتمنى اللي عجبه الفيديو يعمل لايك واشتراك للقناة. طبعا هسيب لكم اللينك بتاع البرنامج دوت اللي احنا بنشتغل عليه وبننزل منه اي فيديو يعجبنا على الفيسبوك او على وسائل التواصل الاجتماعي، بنسيف زي ما قلت لكم كده هوت هنا هوت، بنيجي على تاريخ الفيديو هنا هو كده هوت وندوس كليك ونقول له نسخ عنوان الرابط، وبنيجي لبرنامج السيف فروم نت دوت اللي زي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك بتاعه في الفيديو. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.